اهلا وسهلا بكم اخواني واحبائي الاعزاء المشتركين بالقناه والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للاورج باشهر الاغاني العربيه والمغاربيه وكذلك التعريف بالمقامات العربيه. دائما اطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير وطبعا المشاركه والبرتاج بكثره لتعم الفائده، وكذلك اقتراحاتكم وتعليقاتكم تهمنا. اليوم سنقوم بشرح اغنيه جميله جدا للفنان العملاق حسين الجسمي، وهي اغنيه بالبوند العريض. فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية بالبوند العريض للفنان حسين الجسمي هي في مقام كرد على الضوء، والكرد على الضوء بهذا الشكل. والكرد على الضوء يتكون من السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول والري بيمول، أربع علامات في السلم الموسيقي: سي بيمول، مي بيمول، لا بيمول والري بيمول. الآن سنأخذ إيقاع شرقي بلدي على سرعة 130 ونعزف الأغنية بالغناء والصلوات، ثم نشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. كانت هذه نبذة مختصرة ما بين الغناء والسولو، الآن سنفصلها ببطء وبمقاطع. دو ري مي فا صول فا لا لا لا، سي لا صول فا مي لا لا لا، سي لا صول فا مي صول صول صول، لا صول فا مي ري فا فا فا. ثم المقطع الثاني: مي فا مي ري دو سي ري ري ري، مي فا مي ري دو سي ري دو دو، مي فا مي ري دو سي ري ري ري، مي فا مي ري دو سي ري دو دو. ثم يأتي السولو بالأكورديون، سهل. مي فا فا صول فا صول فا، مي فا فا صول فا صول فا، مي فا فا صول فا صول فا مي فا، مي فا فا صول فا صول فا، مي فا فا صول فا صول فا، مي فا فا صول فا صول فا دو. وفي إعادة السولو يكون تغيير طفيف: مي فا صول فا صول فا صول فا، مي فا صول فا صول فا صول فا، مي فا صول فا صول فا صول فا،
مي فا مي فا صول فا صول فا صول فا مي فا صول فا صول فا صول فا مي فا صول فا صول فا صول فا دو. وطبعا الصولو يكون بعد الدم يعني بعد يكون بعد الضربة الأولى. فقط هذا للتذكير. الآن بعد ما شرحنا الأغنية كاملة الآن سنعيدها لتتعرفوا عليها أكثر. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية بالبوند العريض للفنان الكبير حسين الجسمي. فأتمنى لكم استفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.